في الوقت بدل الأسعد. عالية لقائم البعيد كامل. أوه للمرمى. هدف أهلاوي. هدف أهلاوي الأهلي للدور نصف النهائي. الأهلي للدور نصف النهائي بهدف رايق رايق رايق. وسلام لكامل الموسى. سلام لكامل الموسى. لكم الفوز وكلمة توجهونها لجماهيركم اللي ساندتكم اليوم. الله يبارك فيك إن شاء الله، وهذا ما غريب على جمهورنا صراحة وقفتهم معنا، وإحنا متعودين من جمهورنا دائما خلفنا يعني، وهم الدافع الأول بالنسبة لنا إحنا كفريق هذا الموسم والمواسم اللي راحت، لكن هذا الموسم مختلف عن كل شيء يعني، كل مواسم اللي راحت إن شاء الله. أهلي الحين الأهلي الحمد لله رب العالمين في القمة إن شاء الله دائما. إحنا أهم شيء إننا ان الله سبحانه وتعالى يوفقنا في كل مباراه، وان شاء الله احنا راح نسعى ان شاء الله ما راح نقصر ابدا في حق فريقنا ان شاء الله، في حق جمهورنا يستاهلوا كل خير بامانه يعني، ونتمنى ان شاء الله ان الله يوفقنا. كابتن عماد، بنسال اليوم عن الكاميرا العنكبوتيه، هل ضايقتكم وانتم جوا الملعب؟ هل خفت انها تضرب في راسك وانت ماشي ولا الكره تضربها؟ لا والله بالعكس، هذا الشيء والله انا اتمنى اشوف هذا الشيء دائما موجود صراحه، مو بس في مباريات دائما صراحه، لان هذا الشيء صراحه حلاوه صراحه في المباراه، يطل يعني جو المباراة يكون رائع صراحة، فهذا حلو صراحة شيء جيد. طيب بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيسبوك، هل كابتن عماد عنده حساب رسمي؟ أيوة عندي، بس اسمي أنا لأن تعرف في كثيرين داخلين باسمي، بس أنا أحب أقول حق الجمهور إن أنا اسمي يعني بالإنجليزية مش بالعربي يعني. في تويتر؟ في فيسبوك. فيسبوك. أيوة. تويتر ما في حساب. والله عندي بس من زمان ما دخلت تويتر صراحة، دائما أدخل فيسبوك أنا بأمانة يعني. طيب بالنسبة للناس اللي ينتحلون شخصيات النجوم، هل تعرض لها كابتن عماد؟ والله شوف هذا صراحة أنا أشوفه مو بحلوة صراحة. بأمانة يعني، لأن صارف يعني يمكن الجمهور حاب دائما يكون متواصل مع أي لاعب أيًا كان، سواء أنا أو أي ثاني دايركت يعني يتواصل معه، فالناس إذا تروح تاخذ اسم لاعبين وكذا مش كويسة صراحة، أنا أشوفها مش حلوة يعني. أول شيء مبارك لكم الفوز، وكلمة توجهونها للجمهور الأهلي اللي ساندكم اليوم. أول شيء الله يبارك فيك، الحمد لله على كل حال، هذا أقل شيء نقدر نقدمه للجمهور الأهلي. الجمهور واقف معنا من بداية الموسم والسنين اللي راحت كلها وقفوا معنا، إن شاء الله هذا أقل شيء نقدمه لهم، إن شاء الله الدوري الحمد لله ماشي في طريق كويس إن شاء الله، والفوز اليوم يعني نهديهم الكأس بإذن الله. كابتن بالنسبة لليوم الكاميرا العنكبوتية اللي على الملعب هذه جديدة علينا طبعاً، هل حسيت انها بتضرب راسك ولا بتضرب الكوره ولا سوت لك مشكله ولا قاعد تتابعها ونسيت الملعب؟ لا والله، بس يعني العام قبل عام لعبنا كاساسيا موجوده قاعده ملعب الغرافه، فملعب قطر موجوده يعني ما هي بجديده علينا. ما اثرت عليكم؟ لا الحمد لله ما اثرت، ومن الاشياء الكويسه يعني ان شاء الله من احسن لاحسن ان شاء الله. طيب بعيدا عن المباراه، بالنسبه لتويتر والفيسبوك، هل الكابتن عبد الله حساب رسمي فيها؟ اي التويتر موجود، الفيسبوك موجود. طيب تتواصل مع الجمهور مباشرة؟ أكيد يعني لازم تكون متواصل مع الجمهور يعني. طيب هل سبق أن أحد انتحل شخصيتك أو أسألك فيها؟ والله اللي ينتحل يعني واضح يعني اللي بينتحل شخص لأحد شيء يعني، الحمد لله، بس يعني ما صار معي الموقف هذا، إن شاء الله ما يصير معي. هل ممكن تزودنا بتويتر حقك عشان المتابعين السياسيين يتابعونك؟ الاسم؟ المايو تابعونا على موقع اتصالات السعوديه. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. ان شاء الله مبارك لك الفوز، وكلمه توجهونها للجمهور العريق اللي ازركم اليوم. اول الحمد لله رب العالمين، ثانيا يعني مهما شكرت جمهور الاهلي فلن اوفي حقه. جمهور نعمل لاسعاده. جمهور يدفعنا للعمل. جمهور حبب الفريق بالفوز. الحمد لله وقفتهم لها الأثر الكبير على الجميع، وبإذن الله أنه نظل على ما احنا عليه ونسعدهم أكثر وأكثر بالقادم إن شاء الله. طول العمر بعد الطرد اللي حصل اليوم، هل توقعتوا أن تحسمون المباراة من بدري أو توقعتوا أن تمتد لأشواط إضافية؟ لا، لما تلعب مع فريق مثل نادي الشباب فريق كبير، عادة الفرق الكبيرة لا تتأثر بالنقص. احنا جربناها في الاهلي كثير، لعبنا كثير مباريات بنقص لاعب، استطعنا انه نكسب المباراه. فاحترمنا نادي الشباب رغم الطرد اللي حدث، والله الحمد ان تسيدنا الشوط الثاني من احترامنا لنادي الشباب وايماننا بقدراتنا.
واستطعنا في آخر ثواني المباراة من تحقيق هدف الفوز. سمو الأمير، بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك، احنا نعرف انه احيانا المشاهير اللعيبة او رؤساء الأندية احيانا تنتحل شخصياتهم على المواقع هذه، هل سموكم موقع رسمي وهل انتحلت مثلا سابقا شخصيتكم؟ انتحلت نعم، لكن لموقع لا ابدا، انا لا في تويتر ولا فيسبوك ولا غيرها بصراحة. أنا موجود لجماهير النادي الأهلي سواء في النادي أو في الملعب في أي مكان. تواصل أنا برأيي وجه الوجه أفضل من الكتابة خلف كمبيوترات، هذا وجهة نظري وربما أكون غلطان، لكن أنا أحب أؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد لي أي حساب لا في فيسبوك ولا في تويتر. شريك الاستراتيجي موقع من أهم المواقع بالنسبة لنا كإدارة نادي، تواجد ومتابعة أخبار النادي عبر مواقع السي سي هو مطلب، وأنا متأكد أنه بدون ما أوجه لهم دعوة هم متواجدين. شكرا لك طال عمرك، يعطيك العافية.